توشك شمس يوم آخر من الشهر الفضيل على المغيب هنا في محافظة حجة، بما لا تزال الهمة لهؤلاء المقاتلين عالية وساطعة بتحدي واضح لمشروع الميليشيا المظلم. ورغم الصيام المشقفة نحن صامدون صمود الجبال في متارسنا، وإن شاء الله سوف نتحال الحوثة من مدينة ميدي. صوم وصمود في جبهة القتال في إصرار على إكمال تحرير الوطن من مشروع الانقلاب وإن طال الانتظار، إذ ما يزال بعض أفراد الجيش الوطني في الجبهات منذ شهور. ها احنا الآن على دخول وقت صلاة المغرب، وكما تشاهدون الفطار أمامنا، وهذه هي أول مواقع آخر مواقع في الجبهة باتجاه الطرف الآخر وهو العدو. تشاهدون في هذه الأماكن الحوثيين وأنصار عفاش، ولازلنا صامدين في مدارسنا. صورة أخرى أيضا توضح تمسك أفراد الجيش هنا بأمالهم بالنصر، ورغم اشتداد حرارة الطقس في النهار وجواز الإفطار للمقاتلين، إلا أنهم يصرون على مواصلة الصوم والتصدي لخروقات الميليشيا المتكررة في جبهتي ميدي وحرض. لرمضان في الجبهات طعم آخر، هكذا يقول أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا وهم يتفطرون على صوت المدافع وأزيز الرصاص. علي جعبور، قناة بلقيس، ميدي.